بس يا ابن هذا كجران عند الباهي البلاد ربي يصلح حال المسؤولين. تابع الحدث راه لاعب من الراس تاع الحدث تابع الحدث باهي 100%. هاي لقطة سمحة حقيقة أن المواطن في مدينة غات يعاني معاناة كبيرة جدا بسبب شحة الوقود وعدم وجودها بشكل مستمر في المحطات، إضافة إلى الانقطاع المستمر بتيار الحرارة بتيار الكهربائي في مدينة غات أدى إلى هذا الازدحام الكبير، إضافة إلى عدد المحطات أصلا في مدينة غات لا تكفي لتغطية العدد أو الكم الكبير من السيارات الموجودة داخل البلدية. لذلك نحن ننادي المسؤولين النظر إلى غات حقيقة أسوة بالمناطق الأخرى التي نلحظ فيها تدفق سيارات الوقود ووجود الوقود فيها بشكل كبير. ظروف مدينة غات، البعد الجغرافي عن العاصمة والحركة المستمرة للمواطنين شمالا لأجل العلاج ولأجل قضاء حوائجهم أدت الوقود إلى يعني وسببت في مشكلة كبيرة في حركة المواطن. هذه دعوة مني إلى المسؤولين، كان أحد بيسمعنا وبارك الله فيك. سيارة الإسعاف هذه شغلها الإنسان، كل مواطن مش مواطن محلي، لكل مواطن الحمد لله والنعم بالله وشكرا بارك الله فيكم. ونشكر المحطة سهلة بالدخول والحمد لله رب العالمين. شكرا، نتمنى ديما أن يساعدونا في المحطات، أي محطة نستعينوا بالمحطة بورنو للمساعدات للجهات للصحة، وشكرا بارك الله فيهم والمساعدة الحمد لله. نتمنى من المحطات إن لما نجوا المحطات يوفروا لنا، خلونا نخشوا مش زي المواطنين الثانيين يعني يقول لك لا ما تخش الإسعاف. وشكرا بارك الله فيهم.